صباح الخير، اليوم الخميس 15 شباط، حلقة جديدة من أخبار الصباح وفيها إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بالبيال، احتفال عيد راس السنة الصينية بكازينو لبنان وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم دكتور إلي كرم رئيس جمعية إدراك وطبيب نفسي، معه بنحكي عن لقاء الانتحار في لبنان أين نحن، والدكتورة نور حداد مستشارة سياحية وأستاذة جامعية، ومعه بنحكي عن مؤتمر المسيرات والتطوافات الدينية في لبنان. إنما البداية ومثل العادة اتصال مباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية. أستاذ حسان المصري معنا على الخط، مرحبا. أهلا، كيفك أستاذ حسان؟ الحمد لله. تفضل. نعم، نحن بأجواء طقس مستقر حتى ليلة الجمعة. نعم. ليلة الجمعة نبلش نتأثر بمنخفض جوي مصدر جزيرة كريت باليونان. أوكي. وهذا الشيء بيؤدي لطقس ماطر خلال العطلة نهاية الأسبوع. اليوم عنا غيوم مرتفعة ومتوسطة، ارتفاع بالنهار بدرجات الحرارة خاصة بالجبال. نعم. نسبة الرطوبة بتنزل وعنا ظهور طبقات من الغبار خفيفة بالأجواء. رح ترتفع الحرارة؟ اليوم عنا ارتفاع. ايه. قديش؟ بالساحل درجتين. أوكي. وبالجبل 4 درجات. ايه يعني قديه بتصير؟ انا عم بستعجل شوي لانه وقتنا ضيق. مزبوط، الماكسيموم اليوم 22 بالساحل، بالجبل 14 وبالبقاع ماكسيموم 16. يعني هلا الطقس هاليومين حلو، الجمعه عشيه بكره ببلش يرجع يتغير. مزبوط. اوكي، شكرا. والسبت امطار وعواصف رعديه والاحد ما. هالقد عواصف؟ ايه برق ورعد ورياح ناشطه وتلج على، ممكن يلامس ال 1500. تلج على البواب. اوكي. شكرا لك استاذ حسان، يعطيك العافيه. بتحتجب الصحف عن صدور بذكرى اغتيال الرئيس الحريري، مشان هيك رح نبدا مع تقاريرنا مع بيارات. صباح الخير. صباح النور جوال لك ولكل المشاهدين. 14 شباط هالسنه بيحمل عنوان للمستقبل، عنوان حمايه لبنان، العنوان نفسه يلي شكل هاجس الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هو اليوم الهدف الاول برزنامه عمل الرئيس سعد الحريري، فرغم المطبات الداخليه والازمات الاقليميه والدوليه، نجح الرئيس سعد الحريري بتحييد لبنان من اتون النار الملتهبه بالمنطقه. رغم الغياب بيبقى الرئيس الشهيد حاضر من خلال مدرسة عنوانها الاعتدال والحوار ونهج رسم بالدم والشهادة. من الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الرئيس سعد الحريري، مسيرة حماية لبنان ما توقفت. تقرير. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة، وأكيد فقدت البلد حدا مهم كتير. هالكبير راح والحلم راح. نحن نقول إنه خسرناه، يعني زلم بحجم دولة خسرناه، خسروا كل اللبنانيين. هذا الرئيس يعني ما بقى في منه، هذا اللي أعطى ما أخذ، هذا الشخص الوحيد يلي أعطى وما أخذ وبعدين علم وما سأل، إن كان مسلم مسيحي درزي ما أي كان. عن جد كل سنة بتمره ما بعرف، بحس إنه هو بعده موجود بقلبنا بحياتنا. ذكرى أليمة والله يفرج على هالبلد. لن نقبل أن يأتي أيا كان مهما على شأنه ويتلاعب بصيغة العيش المشترك في لبنان وفي العاصمة في على وجه الخصوص. جبل جبل ما بينحني، كان ماشي الناس كلياتها بالتسوية، كل الناس بتحبه، مسلم مسيحي درزي سني شيعي، كل العالم كان بتحب ولم يزال. جمع البلد، جمع السياسيين وجمع كل الطوائف وخلى البلد تنعيم، يعني نعشت البلد وعمل البلد وسوى البلد وكل شيء، يعني كيف بدك تنسى؟ وكان كثير كريم يعني مع الناس وكان يخدم العالم. هو اساسا كان شخص يسعى لتطور البلد، لتحسين البلد. لبنان بلد لكل اللبنانيين، نحن بدنا نعيش فيه مسلمين ومسيحيين بالتساوي، هيك انا بشوف البلد. وانا مد ايدي للمسيح المعتدل اقرب لإلي من المسلم المتطرف. السلام.
بنحب انه نكون الوحده الوطنيه ونرجع على الماضي مثل ما كنا من ايام زمان. ولازم يعملوا له كل سنه مظاهره لرفيق الحريري. انا ما بعرفه ولا تفكري انه مستفيده منه شي نهار او ابدا، ما بعرفه الا وقت المات. وقت المات عرفت فيه لرفيق الحريري وانقهرت كثير وبكيت وزعلت. ايه وبعدني زعلانه. اكيد في قدم له، اكيد اكيد طيت الامور، طيت الظروف كلها. دمنا للحريري من الاول للاخر، لو مين ما بيعه نحن ما منبيعه. هيدي مدرسه اساسها القيم والثوابت الوطنيه والعربيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري. مدرسه قائمه عليكم انتو يلي تقروا معي بكتاب رفيق الحريري، يعني كتاب الانجاز والامل والتضحيه من اجل لبنان. نهج بيو 100% على خطه كنا الى ابد لابدين. اللي كان بده يعمله الشيخ رفيق الله يرحمه عم بيكمله الشيخ سعد، بس يخلوه يعمل. الشيخ سعد عم يفتش على التعايش المشترك، بس بدك هن يفهموا هالشيء. كلمة واحدة بس، القافلة تسير. هيدا كلمتي الوحيدة، القافلة تسير. والله يصبرك. عم يعمل المستحيل، طيب شو بيعمل أكثر من هيك؟ إحنا معه، دمنا إله، فدان إحنا لسعد الحريري ولأبوه الله يرحمه. أكيد أكيد مؤمنين فيه. أحسن حيكون للبلد وللناس وللعالم بشكل عام وللشباب اللي عم يدرس بالجامعة واللي عم بيشتغل. بدنا نوثق فيه. ما حدا أكبر من بلده. خلينا نبني مؤسساتنا، خلينا نبني خط، شارع، أوتوستراد، طريق نمشي عليه كلنا سوا باستمرار. مدرسة عنوانها الاستمرار وصناعة الأمل شو ما كانت التحديات والصعوبات. حبيب قلبي، يا حبيب قلبي سعد الحريري، من خلف ما مات. عرفت شو يا ماما؟ من خلف ما مات. اكيد يلي خلف ما مات واللي عملنا اياه كان كثير حلو، مثل ما هو بيقول. ولبنان اولا، وهو قده، هو ثبت مع الايام انه هو عن جد لبنان اولا. نحن بنعتبر انه وقف حرب الشيخ سعد، يكفوا معه ويضلوا معه للاخر، ويتذكروا الرئيس شهيد رفيق الحريري بكل شيء قدمه للشعب اللبناني. وجود ابنه بالحكم بفرفح لنا قلبنا، وانه حنقدر سوا نرجع للمساحه الوطنيه المشتركه تحت سقف الطائف وثوابت العيش المشترك والسلم الاهلي. راجع بصوت البلابل، راجع بالنار الحصانين، ساكن بعترف المعامل، سالم بالتاريخ الحصانين، واقف عضوة بالقناطر، جاي مع هبة الاشعار، ايده عم تزرع البنادر، صوره مضوي بصدر الدار. رح نعمل جولة على المحطات الثقافية والفنية، ورح نبدأ من طرابلس. مركز الصفدي الثقافي بيدعي إلى المشاركة بحضور أمسية تكريمية للشاعر الراحل الكبير نزار باني. رح بيكون حاضر خلال هالتكريم عدد من الشخصيات السياسية والفعاليات الطرابلسية، والموعد نهار الاثنين 19 شباط الساعة 6 المساء على مسرح مركز الصفدي الثقافي بطرابلس. يا أحلى نوبات جنوني، يا سفر الخنجر في خاصرتي، يا غلغلة السكين، زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني،
زيديني موتا. بأخبارنا أيضا وبمناسبة صدور كتاب نجمات الغناء في الأربعينات اللبنانية لمحمود زبادي وأسعد مخول، تدعي جمعية عرب ودار النمر للفن والثقافة إلى حضور محاضرة موسيقية رح بتم بنهايتها توقيع الإصدار الجديد يلي بيسلط الضوء على مرحلة مجهولة من انطلاق النهضة الموسيقية بلبنان مع عدد من الفنانات مثل نور الهدى، نهواند، سعاد محمد، نجاح سلام، الصبوحة وغيرهم. والموعد الأربعاء 21 شهر 6 بعد الظهر قاعة المسرح بدار النمر للفن والثقافة. شاغل هالناس بحسنك، شو اسمك قلي شو اسمك، يا شاغل هالناس بحسنك، كأنه قلبك بعده فاضي، مشي معي لعند العاضي تأكتب لك قلبي باسمك. منتابع وايضا ضمن المحطات الموسيقيه اللي بنظمها اسبوعيا البلو نوت كافيه بالمواعيد القريبه، واول شهر اذار بواحد اذار نحن على موعد مع شانتال بيطار وبرفقه سمير ناصر الدين اند باند بأمسية شرقيه. بعروض الافلام ومثل كل اسبوع بدايه الاسبوع نهار تنين بتكون مخصصه للانديو ومؤسسه اميل شاهين للثقافه السينمائيه يلي بتدعي هالتنين لحضور فيلم استوار دار روتور او انا الاوان، فيلم انتاج عام 1994 للمخرج جان كلود قدسي مع مجموعه من الممثلين دارينا الجندي، انطوان ملتقى، اولا دانيال، جابرييل يمين، كارول عبود والكبار يلي رحلوا رضا خوري، جلال خوري، وريمون جبارة. مدير تصوير هو ميلاد طوق وموعد العرض تنين 19 شباط 7 بعد الظهر بالأنديو، والدخول مجاني ورح بيكون أكيد في حلقة نقاش من بعض العروض. الفنان نقولة سعادة نقلي بيعطينا موعد بأمسية فنية منوعة بين القديم والجديد ب 17 شهر على مسرح كازينو لبنان. شو اشتقت تعاتبيني، اشتقت تحاسبيني، اشتقت تعاتبيني، وانا رحت وين جيت مع مين اليوم حكيت، وانا رحت وين جيت مع مين اليوم حكيت، بطلت تحبيني ريتك تقبريني. منتابع كمان مع المحطات الموسيقية ومن كازينو لبنان نحن على موعد مع أمسيتين الجمعة 16 والسبت 17 أدار مع الفنان غسان صليبة. يا حلوي شعرك داري ارضى عليكي لا تنسي، يا حلوي شعرك داري ارضى عليكي لا تنسي، بغار عليكي من نسمة حتى ما تتغلغل فيه، يا حلوي شعرك داري يا حلوي ارضى عليكي. لأنه لبنان لا يزال ضمن الدول القليلة اللي بتحجب المرأة حق منح الجنسية لأولادها، تدعي جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية إلى ندوة بعنوان حق الأم اللبنانية بمنح جنسيتها لأبنائها، وذلك من بدعم من حملة جنسيتي كرامتي. الموعد السبت 24 شباط 4 بعد الظهر بقاعة مركز مريم بنت عمران. هيك بنكون ختمنا جولتنا على المحطات الثقافية والفنية القريبة. هلأ أحوال طرقات مع بيارات. المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة معنا على التليفون لناخذ منه كل التفاصيل عن حركة السير لصباح اليوم. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال. أول شيء في حريق، يمكن ما بعرف صوب أي منطقة الدكواني أو سن الفيل. من المكلس مزبوط، هذا حريق من امبارح وعمل لفت نظر، بس الدخنة عمل لفت نظر مش هو، ما ببين على الطريق العام. أوكي، تفضل بالتفاصيل. من المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، من الكولا مثل ما بين قدامنا عم بكمل حركة سير كمان كثيفة باتجاه النفق سليم سلام وصولا للوسط التجاري.
مدخل الشرقي حركتين ناشطة من اليرزة باتجاه السياد، من السياد كمان نكمل حركتين ناشطة باتجاه أستاذ رئيس إيميل لحود وصولا على الكارانتينا. عنا كمان نكمل على خط العدية باتجاه الأشرفية حركتين ناشطة اليوم إلى طبيعية، ما عنا كتير ضغط سير. أما مستديرة العدية كمان باتجاه المتحف حركتين ناشطة. بربير باتجاه كورنيش المزرعة عم تبلش حركة سير كثيفة تقريبا من أول النفق. باتجاه إشارات كورنيش المزرعة جامع عبد الناصر كمان حركة سير كثيفة. ضمن بيروت الأشرفية حركة سير ناشطة على الأشرفية. باتجاه برج الغزال، برج الغزال حركة سير ناشطة باتجاه برج المر. نتبلش ضغط سير عنا من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. خط البحر يعلم رئيسي باتجاه الروشة، بالاتجاهين حركة سير كثير منيحة اليوم. نعم. المدخل الشمالي حركة سير كثيفة من دبي باتجاه أونترياس، من أونترياس كمان عم بيكمل عنا حركة سير كثيفة باتجاه نهر الموت، نهر الموت وصولا للكارانتينا مثل ما مبين على الدورة، كمان حركة سير كثيفة بالاتجاهين وصولا للكارانتينا. من الكارانتينا بتصير حركة سير ناشطة باتجاه شارع الحلو وصولا للوسط التجاري. هذا بالنسبة لحركة السير. في عنا استثنائيا اليوم طريق البحرية رح تتحول الساعة 9:30 بدل الساعة 11 لتصير وجهتها من بيروت باتجاه جونة بسبب أشغال في محلات الجديدة. نعم. محضر السرعة الزيادة اللي صدرت عن 24 ساعة الماضية تسجل 1029 محضر سرعة. أما الحوادث تسجلت عنا كمان خلال 24 ساعة تسجل 16 حادث نتج عنه 22 جريح. نعم. أكيد بنذكر للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا لتويتر والفيسبوك. نعم، شكرا لك جوزيف غاوي، بنتمنى لك نهار حلو. فصل إعلاني ومن بعده مجموعة من التقارير وتجوفنا، ضلكن معنا. هناك من يعزف يوميا لحن المزايدة على تيار المستقبل، ولذلك فليعلم الجميع أنني أنا سعد رفيق الحريري أرفض. صباح الخير. استعاد اللبنانيون ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورغم مرور 13 سنة إلا أن الشهادة أشعلت بقلوب شعلة لم تنطفئ من أجل بناء الدولة يلي وضع أسسها الرئيس الشهيد. 13 سنة ولبنان بعده عم يدفع فاتورة الانهيار يلي أصاب الوطن من الأمن إلى الاقتصاد. من أجل حماية لبنان استشهد الرئيس الحريري، ومن رحم الشهادة اليوم أكثر من الأمس منتمسك بنهج الرئيس الشهيد الحريري لتحصين الساحة الداخلية وبناء الدولة القوية والعادلة. بحضور الرئيس سعد الحريري استعاد اللبناني ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والمواقف يلي أعلنها من لبيال أكدت على التمسك بالمسلمات والمبادئ والقيم الوطنية ومواجهة مشاريع الفتنة. الرئيس الحريري حرص على تحية القدس عاصمة فلسطين الأبدية. داخليا أكد على رفض الصراع الداخلي والانقسام وتثبيت النائب النفس وعروبة لبنان،
وتلبية للنداء، حشود شعبية بالألاف صدحت بصوت واحد على الوعد نكمل دربك. تقرير للزميلة رويدة الصفدي من تابعه سوا. 13 سنة مأساة، خسرنا إنسان ما بيتعوض، الله يحرق قلب اللي حرق لنا قلبنا ويظلم اللي ظلمه للشيخ رفيق. أبشع يوم بالتاريخ وكتير نهار بشع، مجزرة التاريخ. 13 سنة وكل ما بحتاجك بتقلي كفي يا سعد، قضيتنا أكبر من الحكي وما في شي بالدنيا لازم يخليك تتراجع. الذكرى تتجدد، 13 سنة على الغياب وبقي أثر الشهيد رفيق الحريري حاضر ويتمدد. لك شو المحبة الكبيرة اللي احنا جاي من أقصى حدود عكار لهون وفاء للشهيد رفيق الحريري. هو نصر شمس الحرية على لبنان، قدم حياته، بقى شو ما بنقدم نحن ما حنكون رخاص قدام التضحيات اللي قدمها. نحن بعد مستمرين معه على مسيرته لشيخ رفيق الله يرحمه. عرفش الضرب لنموت بالدم بالروح، كل سنة بزيد حماسنا وكل سنة بزيد دافعنا، بدنا نعرف الحقيقة وبدنا نعرف مين اللي قتلوا، والله ينتقم منهم ويزلهم. لبوا نداء ذكرى ال 13 بتظاهرة شعبية وسياسية كبيرة، وصلوا إلى قاعة لبيال ليبادلوا الوفا بالوفا. دايما ببيننا ما بيروح من بيننا رئيس الشهيد رفيق الحريري على الشيء اللي عمله بالبلد، ما حدا لا بيجي لا قبله لا بعده، والحمد لله عم نشوف بابنه. نحن بنحب الشيخ سعد ودم للشيخ سعد وحافرين اسمه اكتافنا هون. الشيخ سعد الله يخليه، ما ولا الشيخ سعد بالروح وبالدم والسما زرقاء. سبحان الله، طلته بتكفي علينا، طلت على التلفزيون او طلته هون بالبيال نشوفه حبيب قلبنا. والله نحن بنشوفه ماشي على نفس الخطى هي ذاتي. نحن شعب حرية وشعب لبناني بيعرف الحرية ومشجع كل مين قال بيحب لبنان. فنية تخللت الذكرى يلي حملت شعار للمستقبل عنوان حماية لبنان، وتحت هالشعار يؤمن اللبنانيين باستمرار المسيرة والنهج مع الفكر الحر والمعتدل للرئيس سعد الحريري يلي أطل بين الناس مستهل كلمته بوقف تضامنية مع القدس. من أجل القدس عاصمة فلسطين الأبدية أدعوكم جميعا إلى الوقوف دقيقة التضامن تصفيقا للقدس وصمود شعب فلسطين. نحن مرشحين حالنا للشغل والإنجاز، كنا حجر الأساس بمشروع نهوض البلد بالتسعينات، وبعدنا حجر الأساس لإطلاق أكبر مخطط استثماري بيشمل كل لبنان. هو على كل حال هذا القانون زي ما هي زي ما هي. الحمد لله الناس ما بتنسى والناس وفية، والناس بالنسبة لها رفيق الحريري كان أمل، واغتياله كان اغتيال ما حدا من اللبنانيين قبله. أنا برأيي هذا المشهد بدل على أكبر وفاء من الشعب اللبناني لرئيس، هو كان قدوة بالنسبة للبنان قبل الحرب وبعد الحرب. الناس لازم تعرف أنه دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي اللي أوصلت لبنان إلى الاستقلال الثاني ووصلت الوطن للاستقلال الثاني. هذا اليوم هو تأكيد للوفاء لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإعادة تأكيد أنه الثوابت اللي اشتغل عليها ما زالت قائمة، تيار المستقبل ورئيس سعد الحريري بده يكفوا على هذه الثوابت. برأيي الأهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية في البلد.
منتابع حلقتنا من البيال منتقل الى كازينو لبنان يلي شهد على احتفال السفارة الصينية بلبنان بعيد رأس السنة حسب التقويم الصيني. عروض ثقافية وفنية عديدة اكدت على التنوع الثقافي والغنى الحضاري للصين بحضور عدد كبير من الجالية الصينية والاصدقاء اللبنانيين. تفاصيل اكثر بهالتقرير. حضارة عراقة وتنوع ثقافي بيجتمعوا سوا بدولة واحدة، دولة الصين، حيث احتفلت سفارتها في بيروت بمناسبة رأس السنة الجديدة بحسب التقويم الصيني. في مثل هذه الفترة الصينيون يحتفلون بالسنة الجديدة ويتمنون المستقبل وعام الجيد وأفضل، ونحب أن ننتهز هذه الفرصة لنجتمع بين المواطنين الصينيين من ناحية، ومن ناحية أخرى نقدم ونعرف الثقافة الصينية وحضارة الصينية للأصدقاء اللبنانيين. يعني عيد الربيع سعيد. الاحتفال بعيد الربيع هو جزء من احتفالات سنوية بتحيي السفارة للجالية الصينية ببيروت والأصدقاء اللبنانيين من أجل التعرف على ثقافة الآخر. أنا كتير بروح على الصين وبعدي راجعة من بيجينج، وبس هالحفلة ما كنت شايفة قبل بـ this province the Xinjiang province. It's excellent. التنوع إن كان الموسيقي واللبس والحركات الناعمة متناسقة مع بعض متجانسة، بالفعل هذا شعب لهالسبب يتقدر ولازم نحسب له حساب المستقبل. كثير انبسطنا وان شاء الله دائما بيروت بتكون ملتقى لكل الفرح ولكل البسط ولكل بايام حلوه للكل. وبهالمناسبة هناك طقوس خاصة تقام في الصين. In the following days you have to go visit your elders, you have to visit your relatives, you have to visit your friends, and also definitely a lot of eating and a lot of good Chinese food. Oh, it's my honor. I really want to say Happy New Year to everybody in Lebanon and in China and a prosperous business in the coming New Year. 新年快乐 一二三，新年快乐 Happy New Year in Chinese. 哦，我听不懂。哈哈哈哈哈。No，只有中文。 على مسرح كازينو لبنان تقدم عروض فنية وثقافية غنية تقدمت بأسلوب فني دقيق وجاذب. عم نحضر عمل هلا على طريق الحرير ومتجهين إلى الصين إلى دار الأوبرا في بيجينغ مسرح الوطني، فنحن على طول بنشجع أي تبادل ثقافي ما بين لبنان وما بين الصين. بيخلي الواحد عن جد يحس إنه قديش مهم يصير في تطوير للعلاقات الاقتصادية والتنموية ما بين لبنان والخارج، خصوصا هالدولة دولة الصين. نقلتنا على عالم ثاني بالفعل، ونحن كتير فخورين. تعرفنا على كولتشر جديدة وثقافة جديدة، وصراحة البرفورمنس كان روعة وتراديشن جديدة، كان كتير حلو عن جد وحبيتها كتير. كان عندي
هدف عامل شيء كرمال الاورنس تبع الالزايمرز في لبنان. اول تريثلون عملته من فتره ات واز كايند اوف ا تريبيوت لبيي لانه طول عمره سبورتيف لكل شيء بعمله. بس لخلصتها حسيت بدي اعمل شيء اكبر بديسمبر اللي هو هاف ايرون مان. 2011 was when he lost his short-term memory and he was so active. There was so much to talk about. I missed that. It was just me as the caregiver from then on. And when my sister came to visit, she said, you can't do it. And my first nurse was Muhammad. He came and things changed so much. You see, Muhammad, he keeps him busy every single minute. People that don't have a nurse need to have a buddy for their Alzheimer patient. They need to have a best friend. I couldn't do it without help. Half Ironman هي عبارة عن 2 kilometers swimming, 90 kilometer biking, half marathon يعني 21 kilometer run. وديسمبر 5 الايفنت بالبحرين. اللي عم نعمله انه عم نجيب بلدجز للي بحب يعمل دونيشنز والمصاري حتروح لنقدر نأمن نيرسز فور فري. دعم مرضى الألزايمر يمكن جزء من النشاطات الكتيرة اللي بتقوم فيها جمعية إدراك، بس اليوم بدنا نضوي أكثر على موضوع مقلق وهو موضوع الانتحار بلبنان مع الدكتور إلي كرم. صباح الخير. صباح النور. صباح النور رئيس جمعية إدراك. نعم. وبدنا نحكي عن لقاء كتير مهم رح بيتم نهار السبت 17 الشهر. نعم. بقاعة البترونة بالأشرفية. نعم. أول شيء إدراك يعني مش بس موضوع الانتحار، موضوع الألزايمر مثل ما شفنا في أمراض كتيرة كمان حالات غير انتم بتهتموا فيها بالجمعيه؟ ايه نحن اصلا بلشنا ابحاث نمسح قديش في حالات بلبنان وشو اسبابها وقدي عنا مسبباتها بذات الوقت العلاجات تبعها والابحاث من الاف ليه صارت توصل لانه نشاطات اجتماعيه تقدر نوعي الناس عن هالمواضيع وتحسين القوانين والحالات حسب الأمراض. في عدة أمراض وبالتالي ركزنا على الألزهايمر، ركزنا على البايبولر إتسترا، وهلأ عم نركز شوي كمان على الانتحار. أوكي، ب 17 الشهر رح بيصير في لقاء رح يحمل عنوان الانتحار في لبنان أين نحن؟ أين نحن؟ هذه المشكلة، مشان هيك عاملين السيمبوزيوم، لأنه نحن المعلومات الـ WHO المنظمة الصحة العالمية بتعطيها للبنان بتحط لبنان أوطى بكتير من معظم البلدان بالعالم. يعني أوطى من حيث عمليات الانتحار؟ ونحن دراساتنا اللي عاملينها على كل الأراضي اللبنانية لمحاولة الانتحار مش الانتحار، يعني WHO بتعطي قد ايه في ناس ماتوا من الانتحار، نحن ما فينا نعمل قد ايه ماتوا من الانتحار، ما فينا نعمل قد ايه حاولوا الانتحار. وقت عم نقارن هالاثنين ببعضهم بنلاقي إنه نحن هلا يمكن تمرق بالواحد نحن عنا محاولات انتحار نشبه تقريبا الميان المعدل بالعالم، بس الانتحار اوطى بكتير يعني يمكن نص او ربع المعدل. يعني الوفاة من وراء الانتحار عم بيكون معدله اوطى من غير بلدان. الارقام على تزايد دكتور في نسب ما فيك تعرف بلبنان ما في عندك ستاتستكس مزبوطة. ليش؟ هذا هو السيمبوزيوم لانه اذا حدا لا سمح الله من عائلتك توفى مين بيعرف انه توفى من انتحار؟ صح بيقولوا كريس كارديا يعني بيعطوا قصدك عده اسباب تانية بس ما بيقولوا انه مات انتحار يعني مشان هيك الارقام منا دقيقه. يمكن 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 عم نقول يمكن هلا في طبيب مفروض يكشف اتسترا بس مرات ما بيكون بيعرف. الموضوع بعده كثير تابو دكتور يعني اكيد هو مش حلو لانه لأنه مش حلو بعدين بتحسي حالك حق عليك إذا حدا توفى بالعيلة لا سمح الله ابنك عم تقولي كيف كان فيني ساعده يعني أنت كيف بتحسي حالي مذنبة دبل يعني بدك بتصير دبل شوك يعني أنت خسرتي حدا كتير مهم وبعدين بتصيري تقولي يمكن حق علي. طب دكتور أنتوا بإدراك كجمعية بترجعوا بتتابعوا مع أهل هالشخص يلي انتحر؟ أكيد هيدي معظم الناس اللي بيشتغلوا بالصحة النفسية بدهم يتابعوا مش بس نحن بإدراك، نحن بإدراك اللي عم نعمله إنه عم نجرب نجمع كل الأشخاص المعنيين بلبنان بتوثيق هالموضوع وب من
مثلا ليش انتحر، اذا انتحر ولا لا، ومين وثق هالشي، ان كان بالوزارة الصحة، ان كان بالوزارة العدل، ان كان بوزارة الداخلية، وجامعينهم كلهم، المدراء العامين كمان معنا نهار السبت بعد يومين، مشان نبحث ونقوم معهم بمشروع كيف نحسن. كلهم متحمسين انه نحسن هالموضوع ده. دكتور، حضرتك كمان من طبيب نفسي، فينا نحكي معك شوي عن اسباب الانتحار، او مش الاسباب، الحالة يلي بيكون موجود فيها الشخص قبل ما ينتحر. يعني هو واعي انه عم ينتحر او عم ينهي حياته. هاي بيسموها سويساد اوتوبسي، يعني بتجرب ترجع تعيشي شو عايش الانسان دغري قبل ما يتوفى. ما فيك تعرفيها بسهوله لما يكون توفى، بس بعض الاشخاص بنسمع كثير اذا بناخذ شهاده اللي حواليهم للاشخاص، بنسمع كثير بيقولوا انه من يومين شفته كان مبسوط، او قبل ساعه التقيت فيه ما كان بشيء. مزبوط، هو معظمهم فوق 60% عالميا، بلبنان لازم نشوف نعمل دراسات عشان هيك بدنا نوثقهم اكثر. 60% او اكثر عندهم امراض نفسيه، بيكونوا يعني بيكون عندهم اكثر شيء حاله الاكتئاب، هي اكثر وحده بتكون موجوده، او حالات غيرها. بذات الوقت فوق هالحالات النفسيه القويه اللي بيكون عم بيتعالج او لا، بيصير في عنده مرات شيء صادم، يعني شيء بحركه، بيكون صار له مده عم بفكر بفكر بفكر، بيتفشل لانه يا اما بيقول ما في بقى امل، بسكر ما بعد في امل، يا اما الوجع بيصير قوي كثير، مثل اذا بوجعك ضرسك مستعد تشدي بايدك وتصير معك حتى نزيف، بس تترال كمان الوقت يكون الاكتئاب قوي، واحد بيصير بجوره سوداء والوجع كثير قوي، بفكر انه ما في طريقه يخلص الوجع انه هيك. بس ما في اشارات بتدل انه هذا الشخص مقبل على انتحار؟ أكيد. يعني اللي حواليه ما بيقدروا يلاحظوا؟ اكيد فيكي اذا كنت قدرت تحكيتي مع الشخص كل يوم، يعني الشخص اذا كيفك منيح وهو منه منيح، هاي بيسموه انترنالايزنج، بيخبي بيخبي، بس حدا قريب له، حتى بالرغم من ذلك بدي انبه هالشيء، حتى بالرغم من ذلك مرات كثير ما بنقدر نقطع، بس اكيد معظمهم عم بقول لك فوق 60% تقريبا فينا نشوف مشاكل نفسيه، بتكون امراض نفسيه، مش مشاكل، امراض نفسيه، وفي بالعائله بيكون انتحارات لانه هي كمان جينيه بتنتقل من شخص لشخص، يعني لانه الاكت تقتلي حالك هو ضد الطبيعه. يعني الحيوان والانسان بيعمل كل شيء، شوف نصرف مليارات الدولارات لنخلص واحد معه سرطان شو ما يكون عمره، ثوره الشخص بيقتل حاله، يعني بيروح ضد كل شيء طبيعي. دكتور، انت كطبيب نفسي قديش بتكون قارب نجاة تنقول لهالاشخاص اللي هن قد يقدموا على الانتحار؟ ما فيك تعرفي شو بنحس حالنا نحن معنيين بهالموضوع، لانه هذا مثل حيلا طبيب، طبيب قلب اذا واحد بده يموت شو بيعمل طبيب القلب؟ فهمتي؟ زاد شيء نحن شو هي الامراض النفسيه اللي ممكن تودي للانتحار؟ اذا حدا باي بولر ممكن ينتحر، اكثر واحد باي بولر، منفصل باي بولر، باي بولر حوالي بين 13 ل 20% من الباي بولرز بيموتوا انتحار. اوكي، والسكيزوفرينيا؟ السكيزوفرينيا اقل شوي بس مش قلب بس كتير. كمان مش كثير، مش كثير. الديبرشن بيور، مش الباي بولر، بيور ديبرشن تقريبا 3 4 5%. اوكي. دكتور، كمان بنسمع كثير عن اشخاص حاولوا الانتحار ما زبطت معهم، رجعوا انتحروا بعدين. صح. يعني ما في شيء بيردعهم. ايه، لانه في، لانه المشكله ما تعالجت او المرض ما تطبب. لانه اللي موجود ما راح. يعني اللي وصل له للانتحار اول مره يعاود يعني يجرب الانتحار بعده موجود. واحد واثنين، كل ما يجرب كل ما يزيد الريسك رح تزبط معه. نحن عملنا دراسة عليها بالأراضي اللبنانية، هل يجربوا ينتحروا؟ ليه جربتوا تنتحروا؟ في كتير ناس بيقولوا عم بيمثل، انت كيف؟ عم بيمثل، لو بده يموت كان مات، عم بيمثل. أهل بيصيروا يجذب الانتباه، يجذب الانتباه. تعرف قديش نسبة بالمية من الناس هل يجربوا ينتحروا يطلبوا النجدة؟ يطلبوا النجدة أقل يعني؟ من أقل يعني تيقول دخيلكم ساعدوني، اقل من 20%، 80% كان بدهم يموتوا. مش عم بيطلبوا يعني النجدة. ما عم بيمثلوا. لا لا ما بيمثلوا. طب دكتور، كثير ايام بنسمع عن رجال اعمال بيكونوا عن جد كثير ناجحين ولامعين وبينتحروا بسبب ازمه اقتصاديه بتصيب شغلهم وهيك. او السياسه، بالسياسه كمان في كثير ناس مهمين بالسياسه انتحروا، لانه بتنكسر، لانه بيكون طاير 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 كل الوقت فوق الارض، بعدين بوب بده ينزل تحت الارض.
هالنزلة ما في أصعب منها. وعادة بيختاروا شركتهم مكتبهم يعني حتى مش بالبيت يعني هونيك بيقرروا ينهوا حياتهم. هي حسب ما في انه في منهم، لا في بيكون في منهم بيموتوا ما بتعرف انه ماتوا انتحروا، بيكون رايح فيشنج تريب وبيضيع او بيكون رايح شي محل وما بعد يبين، بس نادرا يخبروا، نادرا يخبروا، بيكونوا مازل لوحدهم. قبل بثواني مما ما بعرف يقوص لنقول اذا عم بيقتل حاله بواسطه سلاح، قبل بثواني ما في شيء بيقول له لا، حبه للحياة ما بيمنعه؟ ما في حب للحياة، في ألم، ما في ما عم في ألم لدرجة بفضل ينهي يعني، وما في غير طريقة. ما في حب للحياة بقى. في مرات ندم بيكتبوا إنه ما تواخذوني، هودي بدي أسألك، هودي ما تواخذوني إنه عذبتكم كذا كذا كذا، بيكون قاعد درس حضر كل شيء، كل شيء الوصية زبطها كلها، بحضر حالها لأنه خلص عم بينظمها، بيرتاح انه عم بينظمها، بيرتاح بحس بيرتاح بينظمها، وبتجي الوقت الساعه هيدي طب بالارقام النسبه اكثر عند الرجال او النساء المراهقين ما بعرف محاولات الانتحار النساء اكثر من الرجال، النساء اكثر من الرجال. الانتحار لعنا المعلومات لهلا الرجال شوي اكثر من النساء. الرجال بينتحروا اكثر بطريقه بتفزع يعني قاسي يعني قاسي بيقوص حاله. البنات النسوان بياخذوا حبوب اكثر. بلبنان ما عندنا كثير بيحرقوا حالهم يعني قليل، بكبوا حالهم بيوقعوا له داخ وقع اتسترا. الصغار عم بيزيد. الصغار يعني اي عمر؟ يعني بين 18 وال 25، نادرا تلاقي شيء تحت ال 15. ايه لانه بين 18 بعد ما عنده هموم يعني، او الامراض ما بينت كتله. ايه بعد ما اخذت مجده يعني. الامراض لتبين اكثر شيء. طيب دكتور شو رح نشوف باللقاء؟ بس عم بيزيدوا بالكبار اكثر من مناطق. سوري كنت بدي اقول عم بيزيدوا بالكبار فوق ال 60 65، مشان هيك بادراك عم نهتم كثير بالكبار، لانه في وحده وهلا بلبنان عم يصير مثل الغرب، لانه عم بيكون الكبار لوحدهم والولاد عم بيتركوا. الدبرشن يعني عم بيصير. ايه اكيد، وما اكتشفها مش نقول مش عم بيظهر، بقى كبير ما له جلادة وبيكون لوحده، وإذا متلو حدا من العائلة ما عاد في حدا حده كمان صار. وإذا إجا مرض مزمن فهو بقول لك مريض وكبرت وأصحابي ماتوا لشو بدي أعيش. دكتور عم نشوف على الشاشة حالات الانتحار بحسب المناطق، المتن أكثر شيء، بعبدة أقل، برجع بيروت وكسروان علي، والنبطية حلبة أقل. هيدي مش من عنا، هيدي من الأوفيشال، مشان هيك عم نعمل السيمبوزيوم لانه في يمكن توضحوا امور اكثر. طيب باللقاء سريعا شو رح يصير؟ ما حطوا يمكن البروجرام بلا قطعت قبل شوي. ما انتبهت هلا. اوكي رح نذكر، فاذا ب 17 الشهر بقاعه البيروتي بالاشرفيه. بتلوني بتلوني قبل مستشفى الروم. بتلوني بتلوني كاتبينها غلط. واللقاء تحت عنوان الانتحار في لبنان اين نحن. دكتور الي كرم نحن بنشكر حضورك معنا. ميرسي، اهلا وسهلا فيك، انبسطنا فيك على امل انه عن جد توضح اكثر الفكره لنقدر نلاقي الحل ان شاء الله. ان شاء الله رح نتابع حلقتنا ساعه ونص، هو عنوان فيلم كوميدي اجتماعي بدا عرضه بجميع الصالات اللبنانيه. الفيلم من بطوله عباس شاهين وتاتيانا مرعب، بيعالج الحياة اليومية والمشاكل اللي بيعاني منها كل مواطن ما بعرف إذا بتودي للانتحار. تفاصيل أكثر عن الفيلم وإطلاقه بهالتقرير. لما الدنيا تكش بوجهك وتضيق الأحوال، لما الأمل يصير الهجرة بكل الأشكال، تركض عبواب السفارة عم تتنقل مثل اللص، تتركب أول طيارة بيمرق عمر بساعة ونص. فيلم كوميدي بامتياز، في بعض المقاسي ببعض المحلات، تجربة رائعة جدا لما بتشتغلي مع كاست حلو بروفيشنال، لما بتشتغلي مع شركة محترمة، لما بتلاقي أول شيء نص بيشبهني بلاقي حالي فيه بقبله من دون تردد. عم بقول لك ما بقى معنا إلا ساعة ونص كرمال نسحب الفيز اطلع. طيب كندا I am coming here. ايش شو بك رح تعديني؟ حياة المواطن اللبناني صارت صعبة بظل كل الظروف الاقتصادية والمعيشية، وحلم الهجرة هو حلم الكل
وحلم عباس كمان يلي معه ساعة ونص ليوصل على السفارة الكندية ليحصل على الفيزا ويرتاح من وضع البلد ووضعه المادي المتردي. لكن هل رح تكون الساعة ونص كافية ليوصل؟ بقالب كوميدي درامي بنص من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج نديم مهنا، بطولة عباس شاهين، تاتيانا مرعب، ختام اللحام، خالد السيد، جورج دياب، أسعد رشدين، إليكو داوود، مارينال سركيس، جهاد الأندري وكريستينا صوايا وغيرهم. على فكرة إيه؟ عجبته لكارليتو. أنا؟ إيه؟ أنا نيالة. أنه نحكي عن شيء نحن عايشينه كل يوم ونحن بنحس فيه بكل لحظة، بس بنفس الوقت نحن كمان يكون عندنا شيء لايت ولذيذ، ونوصل رسالة للأشخاص المسؤولين يشوفوا شو بيعيش الإنسان العادي كل يوم. يعني إذا بدك الأحداث اللي بتصير مع عباسي أحداث بتصير مع المواطن العادي مش مع مواطن سبيسيال. ثورة، أنا إذا بدك شارع سوريا لشارع عباسي، في كل شيء، في الفرح في الحزن وفي الخطر وفي بدك إيه، هو ريل تايم من حياتنا، ساعة ونص من حياتنا، من شوارعنا، من المشاكل يلي عم تعترضنا كل النهار. ريما شخصية بنت متواضعة عايشة ببلدها، خط بشخص كمان متواضع بقدمه هجرة بروحوا ليسحبوا الفيزا، وبعد ساعة ونص بتصير معهم أحداث كوميدية تراجيدية. ساعة ونص فيلم كوميدي درامي بيلقي الضوء على مشاكل معيشية بلبنان من وجهها يومية، بلش بجميع الصالات اللبنانية. بيحاول وخصوصاً إنه بلبنان مهما جرب طالع نازل رح يبقى وضعه تعبان، رح يبقى وضعه تعبان، رح يبقى وضعه تعبان. عم نشوف هالمشاهد من عناية، واحدة من الأماكن الدينية اللي كتير مقصودة بلبنان، وطبعا في كتير أماكن دينية تانية غيرها. رح نحكي عن هالموضوع مع دكتورة نور فر حداد. أهلا وسهلا فيك دكتورة. معك رح نحكي عن السياحة الدينية بلبنان والتطوافات والمسيرات الدينية اللي بتصير. أول شيء خلينا نضوي شوي على السياحة الدينية اللي صارت لها هيك انتشار ووقع أكتر بالسنوات الأخيرة الماضية. 100% اليوم عم بينحكى كتير بتطور وتنمية السياحة الدينية بلبنان من خلال عدة مشاريع، مشاريع من مؤسسات أهلية ومن كمان الحكومة يعني والوزارة أكيد. يعني نعمل إذا بتتذكروا بأيار من 2016 إنه نعمل مؤتمر كتير كبير، وكمان نعمل حدث كتير كبير حول سيدة المنظرة بمردوشة لأعلنوها مزار عالمي على الخريطة السياحية العالمية الدينية. نحكى بتصور بالموضوع كمان معكم، أنا كمان كنت موجودة حكينا بالموضوع، واليوم عم بيرجع بينشغل مع وزارة السياحة كمان لتنمية السياحة الدينية بشكل عام. بس كمان في كتير مبادرات من المجتمع المحلي ومن مؤسسات، وبحب هون أذكر وألفت النظر إنه جمعية اللي نحن أسسناها يعني بيترأسها اليوم البير خليل العلوان، اللي هي تأسست اليوم نحتفل بعشر سنين لتأسيسها. ب 2007 هي تأسست وأخذنا يعني علم وخبر كجمعية رسمية ب 2017 بلشنا نحن نشتغل بهذا الموضوع. هي مؤسسة لتنمية الحج والسياحة الدينية بلبنان، وهي تابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بلبنان.
مؤسسة بتعمل كتير نشاطات من عدة أنواع، وهي اللي نظمت أول مؤتمر للسياحة الدينية بلبنان بسنة 2010. وهيدا ثاني مؤتمر من لألنا. عم نشوف هون سيدة المنطرة، وبنفس الوقت دكتورة في هون في رزنامة هي للمواعيد، يمكن لكل هالمسيرات الدينية والتطوفات بلبنان. عم نحكي هون لسنة 2018. لا، هيدا البداية كنت خبركم عنه. نحن هيدا المؤتمر اللي عاملينه هالسبت ب 17 شباط بجامعة الأنطونية ببعبدا، رح يتطرق على زهرة من يعني الزهرات اللي فينا نشوفهم بالسياحة الدينية الحجة الدينية، هي زهرة المسيرات والتطوافات الدينية. هلا رح نحكي كثير عن هذا الموضوع، هلا بركي بعد شوي نرجع نحكي على خلينا نحكي شوي بهي. بس بخصوص لانه سالتنا عن الرزنامه، هيدي الرزنامه انعملت وشغل جبار، وهون نشكر كمان سارة أنطوانات من رهبات الصليب وكل اللجنه اللي اشتغلت على هذا الموضوع. هي رزنامه بتشمل كل المسيرات والتطوافات المسيحيه اللي بتصير بلبنان بشكل سنوي. ما هيدي منا يعني فينا نخليها مدى الحياه اذا فينا نقول، حتى هلا اكيد في اشياء رح تتغير، بس هيدي منا في مواعيد ثابته وفي مواعيد غير ثابته، بس منا محدده بسنه واحده، يعني منا لسنه 2018 او سنه 2000. يعني هي يعني هول بالمبدا المسيرات اللي عم نشوفهم بهيدي الرزنامه هول بالمبدا بصيروا كل سنه تقريبا بنفس المواعيد. هي رزنامه سنويه بتعرض كل المسيرات اللي هي مثل ما قلنا بتواريخ اوقات بتكون ثابته وتواريخ اوقات بتكون غير ثابته، وكثير فيهم يعني عن جد بالفعل يعني عمليه، يعني الناس اللي بتشتغل باطار السياحه الدينيه يعني. الاشخاص اللي هن المؤمنين فيهم يستعملوها، كل شخص بحب يشترك بهيك نشاطات في يستخدمها بشكل كثير عملي. هلا 22 شهر هذا موعد ثابت عمر شربل، يعني هذا ما في ما في تغيير كثير. شفتوها وانتم بتعرفوا كنت عم تقولي باول الحلقه مار شربل، يعني ضريح مار شربل بعنيه هو دير مرمرون، هو ثاني اكبر مزار بينزار بلبنان، لانه نحن المزار الرئيسي مزبوط 100% سيدة لبنان بحريصة، اللي هو المزار الاكثر شيء سياحيا ودينيا بينزار بلبنان. ثاني واحد هو دير مرمرون بعنيه ضريح القديس مار شربل، اللي هو كمان بدنا نذكر هون انه هول يعني المزارين اللي ذكرناهم بيزورون اسلام ومسيحيه بشكل عن جد مكثف وكثير في يعني ايمان، مش بس زيارات سياحيه لهالاماكن، يكون للعذراء او يكون للقديسين الوطنيه تبعولنا اللي هن مار شربل والحردينه ورفقه، واللي صاروا مثل ايقونات وطنيه كل العالم بتتشفع لهم وبتزورهم. اوكي خلينا شوي دكتوره نحكي عن اللقاء المؤتمر اللي رح بيصير، عشو رح بيركز، شو الهدف منه؟ الهدف من هيدا المؤتمر نلقي الضوء على أهمية المسيرات والتطوفات الدينية بلبنان، اللي هن بيصيروا مثل ما قلنا سنويا، وفي كتير من الناس بيحبوا يشتركوا بهالتطوفات بس أوقات ما بيعرفوا بأي طريقة أو كيف يشتركوا. وبالناحية الثانية نحن يعني هيدا البرنامج مقسم على عدة أقسام، رح نبلش نحن أكيد في الكلمات الرسمية رح تكون بالأول، مع في أكيد رح يكون معنا لأنه هيدا المؤتمر برعاية وزير السياحة ممثل من غبطة البطريرك اللي هو رح يكون للأسف مسافر ما رح يكون معنا شخصيا، بس في أكيد ممثل من قبله، في كلمة الأب خليل علوان اللي هو رئيس الجمعية، وبعدين رح يكون في محاضرتين، محاضرة أنا رح أعطيها عن المسيرات والتطوفات بشكل عام بالعالم، ورح نشوف كيف هالظاهرة عن جد منشوفها بكل الحضارات من بداية البشرية وبالفكر الديني لليوم ما توقفت، يعني منشوف انه في تطوافات ومسيرات بالفعل من اول دينية عم نحكي دينية من اول الفترات حتى العصور الحجرية عنا، يعني عن جد اثارات بفرجونا انه صار في هالزهرة موجودة من اوائل البشرية لليوم وبكل العالم بكل الاماكن الجغرافية. بعدين رح يكون في محاضر من الاب باريليه صليبا اللي هو رح يتطرق على تصنيف المسيرات والتطوافات المسيحية بلبنان، وبعدين رح يكون في تقريبا 20 مداخلة لمزارات وأماكن دينية بلبنان هن بيقوموا بمسيرات وتطوافات. عن جد بالفعل جربنا نعمل مثل نموذج عن كل هال مع أكيد
الصور. بس اكيد انعمل دراسات كثير دكتوره تقدروا توصلوا يمكن وتغطوا كافه تنقول التفاصيل التطوافات كل شيء عم بيصير. قد ايه استغرق وقت هالدراسه؟ كيف تواصلتوا مع تنقول هالرعيه هالجمعيات؟ هلا لازم نذكر انه نحن المؤسسه للتنميه السياحه والحج الديني بلبنان هي ديجا بتجمع كثير من رؤساء المزارات بلبنان. هي عندها يعني مثل عندها جمعيه عموميه بتجمع كثير من رؤساء المزارات. وكمان من سنه تقريبا نحن بلشنا تحضير هيدا المؤتمر بالذات وبلشنا نعمل ابحاث ونجرب نجمع قد ما فينا معلومات تنقدر نغطي اول شيء كل الاراضي اللبنانيه ومن ناحيه ثانيه كل الفتره الزمنيه بالسنه مثل ما قلنا بقى بالفعل يعني. واخر المؤتمر رح يصير في كمان ورش عمل حول هالموضوع تنقدر كمان نطلع بتوصيات وافكار لنعرضها من ناحيه على وزاره السياحه ومن ناحيه ثانيه نكون عمليه عن جد نروج لهالتطوافات والمسيرات. أوكي. وبحب الفت النظر بس على نقطه كثير مهمه كمان انه نحن حبينا نلقي الضوء على الوجه السياحي كمان من هالمسيرات والتطوافات مش بس هيك بيقولوا لها السياحه الدينيه يعني الديني والروحي لانه اليوم تعرفوا هلا قبل بشوي كنا عم نحكي عن على الهواء عم تحكوا عن ستريس وعن الحياه كيف بتودي للكآبه. بقى اليوم الدروب الدينيه كمان بتساعد نوع من العلاج على صفاء الذات وهيك كمان. دكتور نور او دكتوره نور فر مراد رجعنا عدناها نور فر حداد اهلا وسهلا فيك. نحن بنشكر مداخلتك معنا واكيد الموعد ب 17 شهر اذا الله راد بالجامعه الانطونيه ببعبده. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم كمان. نحن لهون بنكون وصلنا لختام الحلقه وبنختم مثل العاده مع التقرير الرياضي. بكره موعد جديد حلقه جديده انطرونا. باي. بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1994 كانت تحمل الرقم 15 من ضمن بطولات كأس العالم وهي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإعلان كان عن البلد المستضيف في 4 يوليو من العام 1988 بمدينة زوريخ السويسرية حيث استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفوز بشرف التنظيم على حساب كل من المغرب البرازيل تشيلي. تأهل المنتخب السعودي للمرة الأولى في تاريخه لمنافسات كأس العالم ونجح أن يقدم مستوى مشرف وتأهل خلاله للدور الـ16 ولكنه خرج بعد ما خسر المنتخب السويد بنتيجة 1-3 ليصبح بذلك المنتخب السعودي ثاني منتخب عربي يتأهل لدور الـ16 في تاريخ المشاركات العربية في منافسات كأس العالم. شهدت البطولة العديد من التغييرات فبعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990 والتي اعتبرها الكثر من أكثر البطولات مللا بسبب انخفاض معدل إحراز الأهداف بشكل ملحوظ حيث بلغ 2.21 وهو الأقل منذ بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم. علاوة على ذلك كثرة استخدام البطاقات الحمراء حيث قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح الفائز 3 نقاط عوضا عن نقطتين. كما تم تغيير قانون إعادة الكرة إلى حارس المرمى وذلك بمنع قيام الحارس بالإمساك بالكرة في حال تم إرجاع من زميله في الفريق وتم تطبيق تلك التغييرات بدءا من كأس العالم لكرة القدم عام 1994. وأيضا شهدت البطولة مشاركة 24 منتخب للمرة الأخيرة قبل ما يتم تغييره ليصبح 32 منتخب بداية من كأس العالم لكرة القدم في العام 1998 ومع هذا تم تسجيل رقم قياسي في عدد الجماهير التي حضرت المنافسات واللي بلغت 3.6 مليون متفرج. علاوة على ذلك تم تسجيل رقم قياسي جديد في معدل الحضور للمباراة الوحدة والذي بلغ ما يقارب 69 ألف لكل لقاء محطما بذلك الرقم الأسبق والذي بلغ 51 ألف في كأس العالم لكرة القدم بالعام 1966. شهدت هذه البطولة عودة منتخب النرويج لكرة القدم لأول مرة منذ عام كأس العالم لكرة القدم 1938 بعد غياب دام 56 سنة وهي أطول فترة بين مشاركتين ولم يشارك في هذا الرقم إلا المنتخب المصري الذي غاب بين بطولتي 1934 و1990. أقيم نهائي كأس العالم لكرة القدم 1994 بتاريخ 17 يوليو على ملعب روس بول في باسادينا بولاية كاليفورنيا واللي شهد حضور أكثر من 94.194 ألف متفرج وجمعت بين المنتخبين الكبيرين المنتخب البرازيلي والمنتخب الإيطالي في لقاء مكرر لنهائي كأس العالم لكرة القدم في العام 1970 وكان شهير وقتها. شهد لقاء تحديد أكثر المنتخبات فوزا بلقب كأس العالم أنذاك حيث أنه كلا الفريقين يمتلك في جعبته
3 ألقاب، ونجح منتخب البرازيل أن يفوز باللقب بعد ما تغلب على منتخب إيطاليا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد ما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي وكذلك الوقت الإضافي، حيث انتهت المباراة بعد إضاعة روبرتو باجيو ركل الترجيح. وبهذا أصبحت البرازيل أكثر المنتخبات فوزا بلقب كأس العالم بواقع 4 مرات. جرت مباريات المونديال في 9 مدن أمريكية في ملاعب ذات سعة أكثر من 53 ألف متفرج. معظم الملاعب كانت تستغل من قبل لفرق كرة القدم الأمريكية سواء كانت محترفة أو طلابية. أكثر الملاعب استعمالا كان ملعب روس بول في مدينة باسادينا كاليفورنيا حيث جرت 9 مباريات. أما أقل استعمالا فكان ملعب بونتياك سيلفردوم، أول ملعب مغطى بالكامل في نهائيات كأس العالم، وقد احتضن مباراة واحدة. في كل مجموعة كان عم يلعب كل منتخب 3 مباريات، وبنهاية كل مباريات تأهل المنتخب الأول والثاني بعد الترتيب إلى الدور 16، كما تأهل أحسن 4 منتخبات من المجموعات 6 إلى الدور نفسه، وهو التشكيل الأخير بعد دورتي 86 و1990، حيث ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في دورة 1998 إلى 32 منتخب. بالنسبة لهدافي البطولة ب6 أهداف خريستو ستويتشكوف أوليغ سيرينكو، وبني 5 أهداف كان روماريو يورغين كلينسمن وروبرتو باجيو وكانت أندرسون. أما برصيد 4 أهداف فكان جابرييل باتيستوتا، فلورين رادوسيو ومارتين دايرين.